مساء الخير عليكم، اهلا بكم معانا وحلقه جديده من عرب وود، اهم واخر الاخبار الفنيه والحصريه. ازيك يا ايه؟ ازيك يا احمد؟ مساء الخير على احلى المشاهدين، طبعا مشاهدين عرب وود. النهارده حلقتنا هتكون مميزه جدا، ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك وتويتر، وهنبدا بالهايلايتس. عرب وود تفتح ملف خلطه افلام العيد، نيلي كريم تبدا التحضير لليله الحنه، اردي وهاجم غدا عادل في كواليس اهواك، اسرار اختفاء نرمين الفقي عن الفن لسنوات، هاني الشاكر يتضامن مع السوريين بحق الحياه، الفنان جمال سليمان بيواصل تحضيره لتصوير مسلسله الجديد عودة الشيطان، وهيبدأ تصويره أول أكتوبر اللي جاي. عودة الشيطان هو الجزء الثاني من مسلسل حدائق الشيطان، وبيشارك في بطولته ريهام عبد الغفور وأحمد سلامة، والمسلسل من تأليف نصر عبد الرحمن ومن إخراج حسني صالح. أيام قليلة جدا وترجع الفنانة إيمان العاصي لتصوير مشاهدها في مسلسل الدخول في الممنوع واللي بيشارك في بطولته. واعتزل إيمان في المسلسل مع أحمد فلوكس وبشرة، والمسلسل من تأليف محمد البسوسي ومن إخراج محمد النجار. الفنانة مهدي السباع تبدأ الأسبوع اللي جاي تصوير فيلمها الجديد تاون جوب، واللي تم تغيير اسمه لفريق الأحلام. الفيلم بيشارك في بطولته عمر متولي وبيومي فؤاد، وهو من إنتاج محمد السبكي ومن إخراج شادر رملي. بتستعد الفنانة التونسية ساندي لتصوير باقي مشاهدها في المسلسل الجديد مملكة يوسف المغربي في نهاية سبتمبر. وبتشارك ساندي في المسلسل مع منذر ريحنا وباسم ياخور ومصطفى فهمي. والمسلسل من تأليف حمدي يوسف ومن إخراج عادل الأعصر. النجم غادة عبد الرازق مشغولة باختيار سيناريو مسلسلها الجديد واللي هتظهر بيه في رمضان 2016. غادة بتفاضل ما بين أكتر من سيناريو في الوقت الحالي، وبدأت تقرأ فعلا سيناريوهات بعد الأجازة الطويلة اللي قضيتها في عدد من دول أوروبا واستمرت لشهرين. بيستعد الفنان نضال الشافعي لتصوير 3 اجزاء مسلسل شطرنج بعد عيد الاضحى اللي جاي. وبيشارك نضال في بطوله المسلسل مع وفاء عامر وريم البارودي، والمسلسل من تاليف حسام موسى من اخراج محمد حمدي. قرر المخرج تامر محسن اعتزال اخراج الاعمال الدراميه بشكل مؤقت بعد تجربه تحت السيطره واللي اخرجها في رمضان اللي فات. تامر قال كمان انه محتاج وقت للراحه بعد المجهود اللي عمله في المسلسل، وقال ان الفكره اتعرضت عليه من 2010 لكنه طلب تاجيل تنفيذها لدراسه كل مراحل الادمان. بتستعد الفنان نيلي كريم بتصوير فيلمها الجديد ليلة الحنة بعد استقرارها على مشاركة فيه. الفيلم إنتاج جمال العدل وتأليف مريم نعوم، ولسه ما تمش الاستقرار على باقي فريق العمل. I want you to break into a place and steal some stuff. Makes sense. مع بعض هنعرف النجم العالمي مايكل دوغلاس رأيه إيه في النجوم الشباب وعلاقتهم بالسوشيال ميديا. دخل بن أفليك في مناقشات عشان يخرج ويقوم بثلاث فيلم باتمان بي جديد، وهيشارك كمان في كتابة الفيلم، وهيرجع تاني لبدة الرجل والبطولات الشهيرة من بعد فيلم باتمان vs سوبرمان دون اوف جاستس. والمفروض ان بان وممثل شركة دي سي كوميكس جيف جونز ينتهوا من كتابة السكريبت اخر الصيف، لكنهم مش هيبدأوا التصوير على طول، لان بان هيكون مشغول بالتحضير لتصوير فيلم تاني اشرف بان بنفسه على اعداد السكريبت بتاعه عن رواية ليف باي نايت، ومفروض يبدأ تصويره في نوفمبر. الخطة بتقول ان اول ما بان يخلص تصوير ليف باي نايت هيبدأ فورا تصوير باتمان، وقال عنه انه محتاج يعمل كورس ريفرش عشان يفتكر الافلام دي بتتعمل ازاي. اسطوره هوليوود مايكل دوغلاس اتكلم مؤخرا على السوشيال ميديا وقال انه شايف ان ممثلين اليومين دول الشباب بيركزوا على صورتهم اكتر ما بيركزوا على ادائهم. مايكل ما عندوش اكاونت ولا على فيسبوك ولا تويتر ولا كمان انستغرام، لكنه اعترف انه بيسال اولاده عشان يشرحوا له ايه اللي بيجرى في المواقع دي. حبستيني طول عمري في جسم راجل عشان مصلحتكم، عشان المقبره ما تروحش منكم. يا ترى ايه حكايه القرد اللي هاجم النجمه غادة عادل في كواليس تصوير اهواك؟ لو عايزين تعرفوا خليكم معانا. الفنانة مادلين مطر شاركت جمهورها على الانستجرام بصورة لأختها، الجمهور اتفاجئ جدا بالشبه الكبير اللي بينهم، وكانت التعليقات كلها بتتكلم عن الشبه ده. واحد كتب في التعليق بتشبهك جدا، ربنا يحميكم ويخليكم لبعض. النجم خالد الصاوي احتفل مع متابعي صفحته على الفيسبوك بوصول عددهم لمليون متابع. خالد نشر صورة ليه على صفحته وكتب فيها مليون شكرا مليون صديق، جمهوره باركله جدا على وصول الصفحة للعدد ده، وكمان واحدة فيهم كتبت له في تعليقها وقالت انت تستاهل اكتر من كده لانك انسان محترم جدا. النجمة غادة عبد الرازق احتفلت بعيد ميلاد بنتها روتانا مع متابعيها على انستجرام، ونشرت صورة لروتانا وكتبت في التعليق عليها عيد ميلاد سعيد حبيبة قلب مامي عقبال مليون سنة. النجم خالد النبوي بيقضي اجازته في باريس،
خالد استغل وجوده في باريس عشان يزور الآثار المصرية هناك، ونشر صورة سيلفي ليه على صفحته على الفيسبوك وراء المسألة الفرعونية، وكتب تعليقه عليها وقال: سيلفي مع مسألة فرعونية في باريس، إحدى شواهد الحضارة المصرية على الأرض الفرنسية. زينة قررت إنها تسترجع مع متابعيها على إنستغرام ذكريات طفولتها مع مسلسل الأطفال كوكي كاك. زينة نشرت لقطة من المسلسل وكتبت في التعليق عليها: حد فاكر كوكي كاك وماما نونو ولا أنا بس اللي فاكرها؟ كنت بحبها قوي ومؤثرة في شخصيتي جدا لحد الوقتي. جمهور زينة أكدوا إنهم فاكرين العمل وكمان بيحبوه جدا. نجم محمد رمضان اختار المسلسل يخوض بيس بقى رمضان 2016. رمضان نشر صورة ليه ظهر فيها مع أسد على حسابه على إنستغرام، وكتب تعليقه عليها وقال: إن شاء الله الأسطورة مسلسل رمضان 2016 تأليف هشام هلال، ثقتنا في الله. جمهور رمضان باركله جدا على المسلسل، وواحد فيهم كمان كتب له في تعليقه وقال: والله أنت برنس في كل أدوارك من قبل ما تتعرف. حصلت للنجمة غادة عادل حادثة غريبة جدا في كواليس تصوير فيلمها الجديد أهواك. غادة هاجمها القرد اللي بيظهر معاها في مشهد من الفيلم، واتخطت جدا وصرخت من الخوف. أما الطريف في الموضوع إن جوزها المخرج مجدي الهواري هو اللي نشر فيديو للقطة دي على صفحته في فيسبوك. جبت لطيف، انزل كده، انزل جيب داون. لا ده ضربني، ده خربشني في وشي. سفرك بدم الشغالين يا مصر يا منساه. بعد شوية يكون معانا الجزء الثاني من حوارنا مع النجم علي الحجار، استنونا. بتستعد النجمة كارول سماحة لتسجيل باقي أغاني ألبومها الجديد الفترة اللي جاية، وده بعد ما وقف التسجيل بسبب حملها ووضع مولودتها الأولى. كارول قررت تأجيل طرح الألبوم لنهاية 2015 بعد ما كانت هتطرحه في الأسواق في عيد الأضحى. والدنيا أحلى بوجودك معايا، والليلة كل اللي فات مات ورايا، الحب غير مساري وحياتي. النجم رغب علامة يغني الشهر اللي جاي في نيجيريا في حفل كبير هيشارك فيه مجموعة كبيرة من أشهر مطربي نيجيريا. الحفل هيكون يوم 3 أكتوبر اللي جاي، ويقام في مسرح إيكو في العاصمة ليجوس. يلا أنا اسمي حبيبة، يلا من اليوم ده نصيبة، يلا إذا أنا عمري ما سيبك، لا لا ولا ثانية، يلا يا حبيبي يا غالي، يلا ما تريح بالي، يلا بحبك قولها لي، يلا نعيش الدنيا. طرح الفنان الكبير هاني شاكر اغنيته الجديده حق الحياه اللي بيتضمن بيها هاني مع الشعب السوري، هي من كلمات ناصر الجيل، الحان وتوزيع محمد ضياء. الحق ضاع ولا المبادئ والقيم مات خلاص، ولا كمان حق الحياه بقى عندكم لناس وناس؟ طفل مقتول بالرصاص مات الكلام بعد ما الطفل الصغير مات عليه، أطفال كتير عايشين هناك بس بتموت بالبطيء. قررت الفنانة سمية الخشاب تأجيل تسويق كليبها الجديد يا مسكين بسبب صعوبة التصوير في لبنان في الوقت الحالي. سماء أكدت إنها مصرة على تصوير كليب هناك في لبنان، وهتستنى لحد الأوضاع هناك ما تستقر. أغنية يا مسكين من كلمات أسير الرياض ومن ألحان محمود الخيامي ومن توزيع مدحت خميس. بعد ما شفنا الجزء الأول من حوار المطرب الكبير علي الحجار واللي أجراه زميلنا يحيى حمزة، النهاردة هنكمل معاكم الجزء الثاني من الحوار واللي اتكلم فيه الحجار عن أكتر من موضوع مهم زي حال الغنى دلوقتي وقرارات نقيب الموسيقيين هاني شاكر الأخيرة. تعالوا نعرف قال إيه ليحيى. سفرك بدم الشغالين يا مصر يا منساها، اطلعي من رقبة الموت الطويلة يا مصر اللي بقى.
صدرك بدم شغالين يا مصر يا من سجن اطلع من ركبة الموت الطويلة يا مصر اللي بجان. طيب رأي حضرتك في قرار نقيب طبعا الموسيقيين الأستاذ هاني شاكر اللي هو منع العري منع الفن الهابط بمعنى أصح، يعني رأيك إيه في القرار بتاعه؟ هو أصله يعني اللي أنا عارفه الحقيقي إنه مفيش إنه ما قالش قرار، هو بيريكومند يعني بيوصي إنه يا ريت يحصل ده يحصل كده، وعشان يا ريت يحصل كده ده مش هيبقى في حالا، مش هيبقى فورا، ده لازم له وقت، لأنه النقابة لوحدها مش كفاية. النقابة مع إنه مع رجوع لجان الاستماع تاني في الإذاعة والتلفزيون، جمعية المؤلفين والملحنين لازم تتدخل، اتحاد النقابات لازم يتدخل في إنه سيبك من موضوع اللبس، لأن موضوع اللبس ده حرية شخصية وأنا ما أقدرش أفرضه عليك، وما يصحش إن أنا أقول لك تلبس إيه وما تلبسش إيه، لأنه كمان هو تقييم اللبس الفاضح من اللبس اللي مش فاضح مختلف من مكان لمكان. طبعا اكيد ما هو انا وانت كده واحنا لابسين كده، لو رحنا عند قبيله معينه في افريقيا اصلا عرايا لو شافونا بلبسنا كده يضحكوا علينا، صح؟ فهي المساله نسبيه يعني، فما اعتقدش ان هو خد قرار زي ده، لكنه نيته في انه الفن الهابط يتلغي بقى ويقل بالتدريج يا ريت طبعا تتحقق. استاذ علي طبعا حضرتك من عشاق المسرح، شايف حال المسرح دلوقتي ازاي، وهل ممكن المسرح يرجع مره تانية زي الاول؟ انا فرحان جدا ان انت جبت سيره المسرح، لان لسه خارج من عركه صحيح ما وصلتش للجرايد ولا للتلفزيونات ولا بانت العركه، لكن هي قريب يعني هتبان، انه فجاه احنا بنعمل في افتتاح المسرح القومي مسرحيه عن رفاعه الطهطاوي. رفاعه الطهطاوي الوزير وزير الثقافه وقتها الدكتور جابر عصفور اختار المسرحيه دي وبحلم يا مصر، عشان رفاعه الطهطاوي من اوائل الناس اللي ايام محمد علي اهتم، شيخ ازهري ولكنه اهتم جدا جدا بتطوير التعليم، بتعليم المراه، اول واحد يفتح مدرسه لتعليم البنت، كان وقتها تعليم البنات ممنوع، اول واحد ينادي بتحرير المراه وحقوق المراه، اول واحد ينادي بخطاب ديني وسطي اللي هو اللي احنا بننادي بيه دلوقتي. فمسرحية واتكلفت كتير جدا جدا وميوزيكال، يعني انا عمري ما عملت مسرحية تمثيل بس لازم يبقى فيها غنى. 25 مسرحية اللي عملتهم او 26 مسرحية كلهم فيهم غنى، مسرحية معمولة حلو جدا، كاتب الاشعار حمدي عيد، شاعر عبقري يعني، يمكن مش بشهرة الابنودي مثلا وصلاح جاهين، لكن شاعر كبير جدا. احمد فرحات هو اللي عامل الالحان والتوزيعات وشغل جميل جدا جدا جدا، وفجاه اليوم اللي بيتغير فيه وزير الثقافه جابر عصفور ويبقى الدكتور عبد الواحد النبوي، العصر حصل التغيير ده. تمام. واحنا رايحين المسرح الساعه 6:30 بيكلمونا يقولوا لنا ارجعوا ما تجوش، المسرحيه اتقفلت، وبيكلموا الجمهور اللي حاجز وفي ناس راحت الشباك رجعوهم. قرار ما تفهمش حصل ازاي، قرار فيه اجرام، فيه اجرام، واحنا قبلها بثلاث ليالي عرضين ثلاث عروض من المده الجديده اللي الوزير اقرها، المفروض المدد في هيئه المسرح شهر 30 ليله عرض، فيدوب بادئين في المده الجديده الثانيه ويحصل كده. ده موضوع لسه ما حصلش فيه تحقيق ولازم هيحصل فيه تحقيق. حكايه ان نرجع الناس تاني للمسرح او نخليهم يصدقونا من تاني هيبقى مهم جدا جدا، انه يبقى فيه دور عرض شكلها نظيف، الكرسي اللي الجمهور هيقعد عليه يبقى كرسي مريح، يبقى المسرح مكيف، يبقى الـ 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 ممكن تشد الناس بالاعمال الغنائيه الاول، لان الاعمال الغنائيه والاستعراضيه طبعا لازم يبقى فيها ابهار طبعا. العالم كله دلوقتي كده ومصر متطوره، في شباب صغيرين عيال صغيره كده بتقعد على الكمبيوتر تعمل اعاجيب يعني طبعا. في الجرافيكس والحاجات دي وبتكلفه قليله جدا، ممكن ترجع تاني تعمل الاضاءات المبهره جدا جدا والمزج بين السينما والمسرح وتقدر تجيب الناس.
لو حصل الحاجتين دول، انه توفرت دور عرض، لانه انت عندك في مصر كلها دلوقتي مفيش 3 4 دور عرض. ده هي حاجه يعني اصول الثقافه كلها اللي هم فوق ال 4500 دار قصر ثقافه في جميع انحاء مصر كلها مقفله وموجوده، واذا جددوا حاجه فيها بيبقى يا دوب من باب انه بيعملوا تجديد، يفتحوا ميزانيه عشان يتسرق منها. انما احنا مش عايزين نجدد المبنى، احنا عايزين نجدد الفكر المحتوى اللي جواه. فمن تاني انت تقدر ممكن ترجع المسرح للناس لو في كمان اراده من الدوله، لو الدوله فاهمه ان الفن عنوان لحضاره البلد. انا لما يعجبني صوت حسين الجسمي واقول الله ده منين ده، فيقولوا لي من الشارقه، اقول لهم فين الشارقه دي اللي هي ايه، فادخل على النت او اسال او اعرف او اقرا لغايه ما اعرف البلد، فيبقى مطرب عرفني البلد. صح. ولغايه فتره قريبه كان السينما المصريه والمسلسل المصري والاغنيه المصريه هي عنوان مصر في كل العالم العربي. الدول العربية كلها اتعلمت اللهجة المصرية بسبب الفيلم والأغنية المصرية. فالمسرح كمان اللي هو أبو الفنون، يعني علينا ان احنا نهتم بيه ونشوف انه المسرح ده حاجة كبيرة وحاجة مهمة جدا جدا. اكيد طبعا بنتمنى المسرح يرجع احسن كمان من الاول باذن الله قريب. وبأنك بتقول الأغنية هي اللي بتوصل كل حاجة للعالم، انا عايزك تغني لي حاجة، يعني تغني لنا مقطع صغير. حاضر. مش هقول لك ايه بقى، يعني اللي انت عايزه. انا في اغنيه عملها لي عمر خيرت بحبها جدا وكاتبها بقى جايين من الاغاني، واعتقد في ناس كتير كمان بتحبها. يعني عارفه مش عارف ليه متونس ليكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي، مش عارف ليه. عارفة حاسس إني لأول مرة بشوفك، وإني بشوفك من أول لحظة في عمري، حاسس إني يا ماما بتشرب في كفوفك، حاسس إني أمانة بتشرب بكفوفك، وإنك شجرة وظلة ومية بتجري، مش عارف ليه متؤنس بيكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي، مش عارف ليه. يعني أنا بتهيألي كل الناس نفسها تسقف أكيد، والناس كلها طبعا يعني صوت حضرتك طبعا لا خلاف عليه. لو لقيتوها عندكم أكيد هنزعها طبعا. طبعا. وأنا أنا أنا جايب نسخة كنت مغنيها مع أوركستر بادن بادن الألماني. أوكي. ومقدمني فيها مغني الأوبرا العالمي دومينجو. طبعا. فلايف كده مع اوركستر 64 شخص، لو الناس شافت دي هتعجبهم ان شاء الله. اكيد انا طبعا كنت مبسوط ان انا كنت مع حضرتك النهارده وطولت عليك، معلش. لا لا العفو. واتمنى طبعا ان انا يعني يبقى لينا لقاء طبعا اكيد مره تانية. انتوا برنامجكم اصله حاجه مهمه قوي، ربنا يخليك. البرامج اللي كل الناس بتشوفها واللي يعني حاجه، يعني انا فرحان وفخور ان انا شاركت يعني معك. ربنا يخليك، انت نورتنا. بشكرك طبعا، واتمنى ان شاء الله يبقى لينا لقاء مره تانية باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. خلص لقاءنا طبعا مع الفنان الكبير علي الحجار، وتشرفت ان انا كنت موجود معاه النهارده. دايما الجديد والحصري في عرب وود. سلام. انا عجباني. يا ترى ايه حقيقه دخول الفنان قمر العينيه مركزه؟ عايزين تعرفوا؟ انتشرت اخبار كتير في الفتره الاخيره بتقول ان النجمه التركيه بيرين سات حامل، وده بعد ما انتشرت ليها عدد من الصور وكان وزنها زايد فيهم. لكن بيرين نفت كل الاخبار دي وقالت انها متضايقه جدا من وسائل الاعلام اللي بتتدخل في حياتها الخاصه، واكدت كمان انها لو حامل فهي هتعلن الخبر بنفسها للعالم كله.
انتشرت اخبار كتيره في الصحافه اللبنانيه مؤخرا قالت ان الفنانه اللبنانيه قمر دخلت في غيبوبه وانها محجوزه في العنايه المركزه في حاله خطيره. الاخبار دي خلت جمهور قمر يقلقوا عليها جدا، وخصوصا انها بقى لها فتره متغيبه عن حساباتها مواقع التواصل الاجتماعي. قمر حبت تطمن جمهورها على صحتها وتنفي كل الاخبار دي بشكل عملي، ونشرت صوره ليها من غلاف مجله لبنانيه وقالت من الموت ما بخاف وربنا على الظالم. الفنانة المصرية نرمين الفقي غابت عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، ورجعت بعدها السنة اللي فاتت بمسلسل جبل الحلال. غياب نرمين خلى الصحافة تفسره تفسيرات كتير، لكن نرمين كشفت مؤخرا حقيقة غيابها ده، وقالت ان السبب الحقيقي هو مرض والدتها، وانها اضطرت تختار ما بين الفن ورعاية والدتها في مرضها، وقالت انها بدون تردد اختارت والدتها لان امها اهم بكتير عندها من عملها. في الوقت اللي بتحاول فيه فنانات كتير ان هم يخفوا خضوعهم لعمليات تجميل، فاجأت الفنانة أسيل عمران جمهورها باعترافها بانها خضعت مؤخرا لعملية تجميل في انفها، وقالت ان كل اللي بيتابعها ويعرفها يعرف انها كانت بتتمنى انها تجمل انفها وانها عملتها اخيرا. أسيل ما اكتفتش بده، لا كمان نشرت صورة ليها بعد العملية على حسابها بانستجرام. بعد ثواني هنشوف مع بعض اهم الكواليس والاحداث اللي غطتها كاميرا عرب ووت طوال الاسبوع اللي فات، خليكم معانا. خلال الاسبوع اللي فات كان في احداث فنيه كتيره جدا مهمه حصلت، وكالعاده كاميرا عرب ووت كانت موجوده في اهم الاحداث دي، ونقلت لكم كل تفاصيل ولقاءات حصريه مع نجومها. تعالوا مع بعض نفتكر اهم الاحداث الاسبوع اللي فات، واللي من ضمنها حفله كريمه الموسيقار الكبير عمر خيرت من مؤسسه دار الهلال الصحفيه، وكمان كان اللقاء معاه خاص جدا. الاحتفال بقناة السويس اختاروني ان انا اقدم حفل الافتتاح، ده تكريم ما بعده تكريم، وبعدين حب الجمهور بقى اللي انا عايش بيه ده هو اللي بيديني الزاد كله من حب الناس وحب الفني يعني، وقبولهم الإقبال الشديد على الحفلات كل ده تكريم. ومن الأحداث المهمة الأسبوع اللي فات مهرجان مجلة همسة للأدب والفنون اللي أقيم في حضور عدد كبير جدا من نجوم الفن في مصر، وكان لينا لقاءات مع نجوم الحفل. تكرم في ملعبك، يعني تكرم في الملعب بتاعك اللي انت بتحبه واللي انت بدأت فيه واللي انت فنيت عمرك فيه، فلما بيحصل التكريم من خلال المسرح بيبقى له قيمة، وحتى لو السينما والتلفزيون برضو له قيمة. طبعا ده يسعدني جدا ان انا اتشرف بان انا اتكلم عن زملائي واقدمهم، ده تكريم ليا شخصيا ان انا بعمل كده، هما بيمثلوني كلهم، وسعيدة ويا رب الأيام اللي جاية والسنين اللي جاية يقدموا حاجات أكبر وأعلى، وهم قد كده إن شاء الله. بدين بالفضل للراحل المخرج الكبير عاطف سالم، يعني أنا بتمنى أنه يتعمل جايزة باسمه. عايز أقول لإدارة المهرجان متشكرين على هذا التكريم، وأنا بعتز به لأن من قبل ناس على قدر كبير من الوعي وقدر كبير من الفهم بطبيعة الأعمال الدرامية الحقيقية والأعمال الفنية اللي بتخدم المجتمع، وكذلك وعيهم القوي جدا بالفنان الحقيقي والأعمال الفنية الحقيقية. وبالنسبة لأوراق التوت، هو فعلا زي ما حضرتك تفضلت هو ظلم، يعني عرض على الفضائيات المصرية بس، كان من المفترض أنه يعرض على قنوات تانية، لكن لم يتم الاتفاق على عرضه في بعض القنوات التانية، وكان مطلوب الحقيقة، وإن شاء الله في عرضه التاني يتشاف أحسن من كده. هو كمان كنا موجودين في كواليس تصوير فيلم الجديد على الحريفة، ولا تعرف في الأضحى اللي جاي، ورجعنا لكم بلقاءات مع فريق عمل الفيلم. يعني هو الفيلم بيتكلم عن الكره النسائيه، البنات وكان الاول رجاله واتقلبوا بنات يعني، وبقوا بيلعبوا كوره، وبعدين بقت بنات اللي بتلعب كوره، وهم مدربين وهو مدرب
ومدرب حراس مرمى ومدرب مش عارف ايه، وبنتكلم عن الكرة وبنطورها بحيث ان احنا في الاخر برضك نقلب الفيلم لحاجات تانية يعني تعجب الناس وتعجب جمهور العيد، وربنا يسهل. هو الفيلم السيناريو الحواري اللي كاتبه سيد السبكي، هو بالنسبة لنا الفيلم حلو يعني جميل، انا قريت دوري فيه حلو، مشاركة برضو النجوم اللي موجودين فيه كويسين يعني الحمد لله رب العالمين، وانا كده كده في الشركة يعني مع عم احمد، فأي حاجة بتبقى حلوة عم احمد بيحطنا فيها يعني. الفيلم كوميدي اجتماعي وطني بينمي مشاعر المصريين للانتماء وللوحدة، ده المين بتاع الفيلم، دي المعالجة السينمائية اللي احنا اجتهدنا عليها، وفي اطار بقى رياضي ويعني احداث كوميديا كتير، ومعايا نجوم الكوميديا كل اللي دمهم خفيف في مصر، على رأسهم الأستاذ سليمان عيد، حسن عبد الفتاح، كلهم جمال بس يعني مش قصدي على رأسهم عشان محدش، أستاذ بيومي فؤاد، بدرية طلبة، مهر عصام، سعد الصغير، محمود الليسي المطرب الجميل. احتفلنا الأسبوع اللي فات بالدورة الثامنة من مهرجان القومي للمسرح المصري في حضور عدد من نجوم الفن وكمان وزير الثقافة المصري، وكمان كنا موجودين في الحفل وسجلنا عدد من اللقاءات مع الحضور. عودة الروح للمسرح المصري انك انت تحدث حالة من التنافس ما بين كل من يحلم بان يقف على خشبة المسرح من خلال اعمال ونصوص جيدة قادرة على تقديم رؤية جيدة في الفن المصري، قادرة على تقديم مبدعين جدد، وبالتالي يعني بنقول لكل ما هو يريد لهذه الدولة ان تدخل في مشاكل وان يضع العقبات في طريقها، لن تستطيع أن تضع العقبات في طريقنا، ونحن مستمرون بكل قوة في الإبداع والتقدم والرقي وممارسة النشاط في الموسيقى والغناء والمسرح والفن التشكيلي وكل مجالات الثقافة. حل المسرح الحالي راجع بكل قوة للأمام. احنا النهاردة بنفتتح الدورة الثامنة للمهرجان القومي للمسرح المصري، 8 دورات مروا طبعا من عمر المهرجان. الدورة الثامنة يعني دورة بتشارك فيها 35 عرض مسرحي في المسابقة الرسمية، وبيرأس لجنة تحكيمها الفنان القدير محمود الحديني، ومعاه يعني كوكبة من الأساتذة والخبراء في فنون المسرح المختلفة. على مدى 16 يوم هيشاهدوا هذه العروض، وطبعا في تنافس على جوائز مهمة جدا. الهدف من المهرجان هو حفظ المسرحيين على الإبداع، لأنه المسرحي لما بيحس أن الدولة بتهتم بيه والدولة بتنشئ أو بتأسس لمهرجان قومي، ده بيخلق له نوع من الحافز. هذه الدورة هي دورة الفنان النجم الراحل خالد صالح. خالد صالح الحقيقة يعني كان من المفترض أنه يكون معنا في الدورة السابعة عضوا في لجنة التحكيم، لكن القدر لم يمهله، وهو دعم هذا المهرجان بكل قوة. والفنان خالد صالح يمكن الناس تعرفه في السينما والتلفزيون، لكن هو في الحقيقة فنان مسرحي بالأساس، ابن يعني المسرح الجامعي في جامعة القاهرة، وخرج منه للفرق المستقلة، اشتغل كتير جدا في المسرح، ويمكن نسبة كبيرة جدا من نجومنا الممثلين الكبار بيكونوا مسرحيين بالأساس، لأن المسرح هو المدرسة، هو أبو الفنون، هو اللي بيثقل الممثل وبيقوي موهبته بشكل حقيقي وفعلي. وإن شاء الله الدورة القادمة تكون باسم الفنان نور الشريف، تبقى دورة نور الشريف إن شاء الله، وإحنا بنحاول إن رقعة التكريم تتسع عشان نكرم كل رموزنا الفنية، وهم كتير جدا على فكرة. يعني مصر بلد كبيرة، فنها كبير جدا، نجومها كتار ومحبوبين ومعطائين جدا، فاحنا بنبقى في حالة يعني عاوزين نكرم الجميع، لكن عندنا أعداد محددة نتحرك فيها. محتاج جمهور
يتفرج عليه ويتذوق الفن اللي بيقدموه الشباب دول. شايفة ان الاستاذ اشرف عبد الباقي عمل اللي محدش يعمله بصراحة، وفي مجموعة شباب كتير قوي، مش عايز انسى اسماء حد، بس في تجارب كتيرة بتحصل وبيحاولوا عشان يعيدوا الروح والحياة للمسرح. انا سعيد ان والدي بيتكرم بعد 18 سنة من وفاته، فرحان انهم افتكروه، فرحان انهم بيكرموه، فرحان ان رجل اعطى للمسرح المصري اكثر من 100 مسرحية، فرحان لرجل اعطى انشا اكبر فرقة مسرحية في تاريخ المسرح العربي وهي فرقة الكوميدي المصرية، فطبعا ده بيسعدني جدا جدا جدا. في ناس قيمة وقامة موجودين على المسرح دلوقتي حاليا، والاستاذ فتوح احمد ده راجل، يعني راجل حسسني ان المسرح هو على ايده ابتدى يديله بوش ويشغله. وطبعا الاستاذ اشرف عبد الباقي، الاستاذ اشرف عبد الباقي ده انا من وجهة نظري من الفنانين اللي بينحطوا في الصخر، بيعمل مسرح، بيقدم ناس، يعني انا ما شفتش ممثل بيقدم ناس يضحكوا ويعليهم لدرجة انه هو يبقى شايف نجاحهم وهو فرحان. في ممثلين انانيين جدا، يعني عايز هو اللي يقف على المسرح. بقى في الافلام دي وفي افلام معاها تاني نجحت وهي قوية زي ايام. اعزائي المشاهدين وداخلين على عيد الاضحى المبارك، كل سنه وحضراتكم طيبين. وطبعا ده مرتبط بموسم افلام سينمائيه زي ما احنا متعودين، وموسم الاعياد سواء فطر او اضحى ارتبطت من زمان بحاجه اسمها افلام العيد اللي ليها توليفه خاصه، ودايما يقولوا ده فيلم ما ينفعش غير في العيد. وبعض المنتجين بيعملوا توليفه خاصه لمواسم الاعياد، وبتكون في الغالب افلام خفيفه وكوميديه زي افلام سعد الصغير ودينا، او افلام اكشن وشعبي زي افلام محمد رمضان. معانا النهارده الناقد محمد عبد الرحمن عشان نعرف منه إيه حكاية توليفة أفلام العيد وإيه أصل الموضوع. مساء الخير، وطبعاً بقول لحضرتك كل سنة طيب. وأنت طيبة. زي حضرتك. الحمد لله كله تمام. إيه حكاية التوليفة بقى ومين اللي اخترع الموضوع ده؟ الأول بس قبل ما نتكلم على التوليفة بتاعت العيد تحديداً لازم نقول يعني إيه موسم. هو الموسم دي حاجة بتطلق على الفترة اللي ينفع فيها الأفلام تنزل وبيكون فيها أجازات من المدارس وتحديداً المدارس والجامعات تحديداً. عشان كده معروف إن هم كان في ثلاث مواسم رئيسية أو يعتبروا أربعة، اللي هو أجازة نص السنة وأجازة الصيف وأجازة العيد الصغير والعيد الكبير. دول هم الأربع مواسم الرئيسية. ممكن يعني ما ينفعش نقول مثلا على عيد الحب أو على الكريسماس موسم طالما ما فيهوش أجازات رسمية طويلة، يعني على الأقل أسبوع. رأس يعني السنة مش ما يعتبرش، رأس السنة ما يعتبرش إلا لو صادف مثلا إن هو يوم أربع وفي حاجة لأي سبب، أجازة خميس وأجازة حد، فيبقى عمل كده موسم، بس بيبقى اسمه موسم محدود يستحمل فيلم كبير أو فيلمين ثلاثة صغيرين. السينما بطبيعتها او معظم جمهور السينما تحت 30 سنه، ده بيتطلب ان هو يكون عنده وقت ان هو يروح للسينما ويتفرج. فلما كان الصيف هو الموسم الرئيسي بينزل فيه 10 15 فيلم في فتره الازدهار في العشر سنين الاخيره قبل ثوره يناير، العشر سنين التي سبقت ثوره يناير كان الموسم الصيف هو الرئيسي. حصل بقى بعد الثوره متغيرين، الاول ما لناش دخل بيه اللي هو ان شهر رمضان بقى بيجي في نص الصيف، وان الانتاج قل طبعا نتيجه الظروف السياسيه، فبقى التركيز اكتر على العيدين الصغير والكبير وشويه على اجازه نص السنه. في موسم صغير كده اللي هو بتاع مارس ده اللي هو قبل المدارس بايه بشهر او حاجه شهر ونص، برده ما نقدرش نعول عليه قوي. العيد تحديدا بيبقى وطبعا ده اللي هنقول ده الاستثناءات وهنتكلم بقى شويه، بس هو العيد بيبقى ليه توليفه انه الجمهور بتاع العيد معظمه اللي نازل يحط فلوس، لازم يدفع ونازل في الزحمه مستعد ان هو يقف في الطابور، ده عايز يشوف حاجه فيها غنى على كوميديا على رقص على شعبي، وبيتعامل دايما مع الافلام في الفتره دي كانه في مسرح. حتى بنلاحظ لو انت مش متعوده تدخلي افلام العيد وبتدخلي فيلم لاي سبب في العيد تحديدا، انه الناس بتسقف لما بيظهر نجم، والناس بترقص، والناس بتردد الاغنيه اللي هي بتبقى اوريدي تشبعت بيها في اسبوع الدعايه اللي سبق العيد. نفس الفيلم ده لو دخلتيه بعد العيد في اجازه العيد وحتى لو الصاله فيها نصها واكتر شويه مش هتلاقي نفس الحاله بتاعت الترحيب بالعمل السينمائي. دي حاله جماهيريه بحته، الناس بتبقى داخله لنجم معين، الناس داخله هيعجبها الفيلم هيعجبها الفيلم. عشان كده في افلام اذا كانت بتجيب ايرادات كبيره في العيد مش معناه ابدا ان هي لو نزلت بره العيد هتجيب، بالعكس
العكس العيد ده هو اللي بيتفحل ده، والعكس برضو صحيح ان في افلام بتتظلم لما بتنزل في العيد اللي هي بره التوليفه. ايه عيوب بقى فكره التوليفه دي؟ بصي هو يعني عيوبها باين قوي في عيد الاضحى اللي جاي ده مثلا، لانه الافلام اللي نازله افلام برضو اللي هي تنفع للعيد، لو في فيلم قوي بيضطر يتاخر. يعني انا احنا زعلانين ان فيلم زي ليله كبيره منتهي من فتره طويله وفي اكتر من 25 نجم بس ما ينفعش ينزل في العيد ده، لانه هيتنافس مع افلام تانية الناس رايحه لها هي قبل ما تروح للفيلم الجماعي، فهيتاجل ليه موسم اجازه نص السنه. في افلام برضو يعني ما لحقتش طبعا تخلص، لكن عيب التوليفه ان هي بتغطي على اي حاجه قويه جنبها سينمائيا، لان خلاص الجمهور او السينمات بتتفضى اكتر للفيلم اللي فيه البهجه بتاعه العيد وفيه الرقص وكل حاجه، ومعظم الافلام دي ما بتنجحش بعد كده تلفزيونيا ويعني وما بت يعني حضرتك شايف ان افلام التوليفه في العيد ما بتنجحش؟ ما بتنجحش بعد كده، يعني ما بتنجحش في العيد بس. هديكي مثال واضح جدا، كنا احنا بعد الثوره اول عيد فطر بعد الثوره كان نزل فيلم في السينمات وحصل عليه اجبار رهيب جدا، الناس ما كانتش مصدقه ان مصر بقى اللي اتغيرت في الثوره والكلام اللي احنا كنا بنكدع بيه نفسنا ده، ان الشعب هينزل يتفرج على الفيلم ده لو كان فيلم شارع الهرم. انا شخصيا ما شفتش حد بيتكلم على فيلم شارع الهرم بعد الاسبوع ده ما خلص كويس، ولما بتفرج عليه في التلفزيون لما بيجي بشوف حتت منه مش فاهم هو جاب 15 مليون جنيه ازاي. الناس ساعتها كانت عايزه تغير وعايزه تنزل، فرحانه بقى ان ده اول عيد بعد ثوره يناير بعد اللي حصل في الثوره، فنازله تتفرج، فده كان اللي موجود ساعتها في عامل ده. لما نشوف العيدين بتوع العيد الصغير والكبير السنه اللي فاتت حصل تغير مهم جدا كويس، بس ساعد فيه موضوع الاجازه، ان الاجازه كانت طويله بعد العيد بقى في الافلام دي، وفي افلام معاها تاني نجحت وهي قويه زي الفيل الازرق والجزيره. دي نقطة مهمة جدا عشان احنا دايما بنطلق احكام عامة، مش شرط خالص ان الفيلم لازم يكون فيه صخب وفيه الرقص وفيه الشعبيات عشان ينجح في العيد، لو في فيلم قوي نزل هينافس وكده، بس يكون ظروف العرض نفسها مناسبة. بمعنى ايه؟ ان لو احنا فاكرين ان الفيل الازرق في العيد الصغير عدى 30 مليون، الفيل الجزيره وفيلم الكوميدي الحرب العالميه الثالثه كل واحد منهم عدى 30 مليون، ده معناه ان في ناس راحت دفعت غير طبعا ايرادات بقيه الافلام اللي احنا مش متذكر طبعا كل اللي كان موجود. ده معناه ان الناس كانت معاها فلوس كتيره جدا تخش تحطها. ده حصل شويه في العيد دوت اللي فات ده، الايرادات عدت حوالي 30 35 مليون اجمالا اعتقد كده، عدت داخل على 45 مليون ايرادات حوالي شهر كانت عامله 45 مليون، ففي فلوس موجوده. لكن السنه دي لو احنا شلنا افلام العيد الصغير دي وحطيناها في افلام العيد الكبير مش هتجيب نفس الايرادات. ليه؟ لان في مدارس بعد العيد باسبوع، فده مستحيل حتى لو الناس عايزه تدخل الناس تقدر تتفرج. مين اشهر بقى النجوم من وجهه نظر حضرتك اللي هم صناع، او مين اشهر نجوم افلام التوليفه، ومين اكتر صناع برضو من الافلام التوليفه المشهورين بالنسبه؟ بصي افلام التوليفه ما ينفعش تقول مين اشهر نجومها، لان هي التوليفه هي اللي مشهوره، وهي مطرب شعبي مع راقصه شهيره او مطربه شعبيه مع ممثل كوميدي بيقول افيهات، دي هتفضل دي الوصفه. وعلى فكره مش شرط تنجح كل مره، يعني مش شرط تنجح كل مره، يعني كان في فيلم عنتر وبيسا مثلا كان في ده بس ما عملش النجاح الكبير. في فيلم القشاش الفيلم ده الرقصه بتاعته نجحت وشهرت صفينار والفيلم نفسه ما نجحش. في افلام تانية بيبقى فيها التوليفه وبتعرف تعمل النجاح ده، فيلم عمر وسلوى ما نجحش، يعني كان برضو في كريم عبد العزيز وفي بوسي. السنه دي مثلا العيد ده في فيلم اسمه عيال حريفه، المفروض في محمد لطفي في سعد الزغير، يعني في الكوميدي وفي الشعبي وفي صافي نار وفي بوسي واللابسين فانيلات النادي الاهلي، وهيبقى هو الفيلم عليه مشكله كمان في نقابه المهن السينمائيه وفي الرقابه، لان في مخرج علاء الشريف بيقول انه مسروق من سيناريو فيلم ليه، ده موضوع تاني، لكن طبعا اكيد بيفرض يعني نفسه على الصحافه لكن مش على الجمهور، الجمهور ما بيروح للفيلم يعني ما بيستناش. هل التوليفه دي هتنجح هتعجب الناس فتتفوق على تامر حسني اللي هو المنافس الرئيسي في السوق، ولا تامر هيستفيد انه نازل في موسم يعتبر فاضي، لان الافلام اللي بعد الفيلمين دول احنا لحد دلوقتي مش متاكدين ايه هي الافلام اللي نازله. فافلام التوليفه ما فيهاش اسامي، يمكن اتكررت مع سعد الزغير شويه، اتكررت مع بوسي المطربه الشعبيه شويه، لكن ما نقدرش في النهايه نقول ان في اسامي يعني معينه هي اللي بتعمل كده، التوليفه هي اللي بتنجح. مش مين اشهر الصناع بقى لافلام التوليفه المنتجين؟ هو ما فيش الا واحد بس اللي هو السبكي كويس. في محاولات تانية يحصل ده، في محاولات تانية من شركة نيو سينشري، لكن لسه ما نقدرش نقول ان هي نجحت بالدرجة دي كويس. فهيفضل السبكي متمسك بالموضوع ده الا لما يحصل حاجتين، حد يقدم توليفة موازية او حد ياخد النجوم اللي مع السبكي ويعمل هو بيهم تجديد للتوليفة دي، واعتقد دي مش هتحصل في الفترة اللي جاية. احنا اللي بنطالبه ان يبقى ده موجود كالعادة وبقية الافلام التانية موجودة.
طب حضرتك من وجهة نظرك شايف او متوقع ايه من الافلام اللي نازله في العيد؟ يعني بصي انا الواحد اتعلم ما يتوقعش قوي، بنستنى دايما اول يوم بالليل. نقول تامر حسني مثلا. بص تامر حسني انا بصراحه مش متفائل بالتريلر، لكن ده مش معناه خالص ان تامر مش هينجح. انا اتوقع ان هو ممكن يعني لو الفيلم متماسك ممكن يعدي 10 مليون جنيه وممكن يكسر اكتر من كده، بس انا يعني ما اظنش ان هيبقى اقل من 5 مليون. وعلى فكره لو بيجيب اقل بقت في ايرادات بتتقل يعني غير حقيقيه بيتم الاعلان، هي بيتقال في الصحافه لا ده الفيلم عمل 7 مليون وهو عمل 4 مليون ومين هيعد وراه يعني؟ ما دي مشكله طبعا ان احنا ما عندناش جهات مستقله. المنافسه تبقى بينه وبين آل حريفه. تامر الفيلم انا شايف الفيلم ده انا رايي الشخصي وانا متابع مسيره تامر مساء ما بدا ان هي اصعب تحدي على الاطلاق عاشه. لا تقولي لي بقى جوائز قبل كده ليه؟ لانه غايب كمطرب بقاله سنتين ثلاثه كويس يعني. انا نفسي مش فاكر اخر حاجه عملها امتى، حاجه عملها وضربت يعني مش حاجه هو كالبوم كاغنيه الناس لسه بتسمعها. هو في التمثيل شويه بقاله فتره، هو حتى في التمثيل يعني الفيلم ده بيجهز له بقاله فتره. هو كان ركز في الكليبات اللي يعملها مع اجانب، الموضوع ده استغرقه لفتره طويل جدا وقعد فتره طويله في امريكا، حتى موضوع جوازه اتعمل بسرعه الناس ما حسيتش بيه. حتى موضوع الانجاب هو كمان نجح في ادم بس بعد كده المسلسل الثاني ما عملش. فهو دلوقتي ده نقطه مفصليه. برضو مش هننسى مع محمد سامي، هما برضو الاثنين يعني مع التعاون مع بعض، هما وش ساعد مع بعض. الفيلم كمان فيه نجوم زي جلال عادل، فيه انتصار، فيه طبعا النجم الكبير محمود حميده. انا بتكلم ان التريلر حسيت ان انا مش متفائل بيه، لكن ده مش معناه طبعا ان لسه برضه لازم نشوف الفيلم. فالفيلم ده يا اما يرجع تامر تاني، ان هو الراجل لو قدر يجيب الايرادات الكبيره وقدر فعلا ان النقاد يرضوا عن الفيلم، اعتقد انه يرجع تامر تاني يتحط على يعني الساحه النجوميه بشكل في مناسب السينما. في السينما هل شفته ناجح اكتر سينما ولا بما ان احنا بنتكلم على تامر سينما اكتر ولا تلفزيون؟ لا سينما طبعا سينما. هو بصي يعني في الاخر طالما الممثل مش ممثل يعني اللي بيمثل ده في الاخر هو مطرب وبيمثل فيلم ساعتين كده يتحمل مسؤوليته احسن من 30 حلقه بيخش في منافسه مع نجوم تمثيل كويس. ادم نجح لاسباب معينه، انا شايف برضو ان ادم مسلسل مش عظيم ولفرق توقيت، رغم ان الاسلام خيري مخرج كويس ومحمد سليمان كاتب كويس وكان في نجوم، بس انت في الاخر خدي بالك نص الافلام التي لم تنجح في رمضان ما نجحتش عشان هي سيئه، بس في منافسه قويه جدا. انت في الاخر في يعني حد معين المتفرج هيتفرج عليه. فانا شايف ان هو لو عمل فيلم كل سنه احسن ما يعمل مسلسل كل سنتين. لا اعمل فيلم ارجع تاني، لو فيلم وقع وفيلم اعلى مفيش مشكله يعني، ما هو اكيد مش كل افلامه اللي في السينما كمان نجحت. لكن في النهايه هو لما هيجي يقول بعد فتره طويله عملت ايه ولا عملت عمر وسلمى، لان عمر وسلمى الثلاثيه قدرت نتحقق نجاح جماهيري كبير. طب حضرتك شايف دلوقتي ان زمان كانوا بيختاروا الفيلم اللي هيحقق نجاح او اللي اكتر هيبقى ناجح في العيد او الفيلم الحلو. دلوقتي ما بقاش فيه ان اختيار ان هو الفيلم الحلو اللي هينزل في العيد عشان الناس تشوفه. دلوقتي بقى الموضوع مش حلو. هو السينما في الاساس بزنس كويس، فهو بيفكر وبيشوف السوق عامل ازاي، بيشوف بيحس السوق عامل ازاي، بيشوف تجارب تاني سابقه. كان ممكن الموسم بتاع العيد ده ينزل فيه 6 افلام كبيره كويس، بقول لك في افلام جاهزه زي الليله الكبيره، فيلم ابو شنب بتاع ياسمين عبد العزيز، بس في النهايه يقول لك لا انا خليني انزل في وقت يكون فيه شهر اجازه او اسبوعين ثلاثه فاقدر الم نفسي اكتر. مين اللي ما يلتزمش بقاعده زي دي؟ واحد حد زي احمد حلمي. يعني احمد حلمي لو ليه فيلم جاهز انه يلحق العيد ده، اعتقد هو بيصور حاجه دلوقتي، ممكن ما عنديش معلومات كامله بس اكيد يعني بيجهز لحاجه. يعني لو عنده فيلم جاهز هينزل ومش هيخاف، لانه في الاخر الجمهور هيفضل يروح لحد اجازه نص السنه ولحد الكريسماس والكلام ده كله، وعندنا اجازه 6 اكتوبر يعني في حاجات. لكن 6 اكتوبر حضرتك قلت لي مش من المواسم اللي المفروض. ايوه بس قصدي الفيلم الكبير بيلم في الايرادات دي، لكن الفيلم اللي هو بتاع العيد بس هو اخره 4 أيام 5 أيام وبعد كده خلاص الجمهور بتاع العيد، لان هو معظم اللي بيدخلوا ده احنا بقى اللي احنا لازم نطالب بيه. يبقى في دراسات يعني، ما فيش حد بينزل يمسك كده استمارات ويتكلم مع الجمهور. معظم اللي بيبقى نازل ده يخش فيلم محمد رمضان او داخل فيلم للسبكي في العيد ده ما بيخش سينما طول السنه اصلا. انا بتكلم على اللي هو بقى بيحب احمد حلمي وبيروح له ومش هيستنى لما الفيلم يتكرسن ويجي له على قناه غير شرعيه يتفرج عليها، لا ده هينزل يتفرج على فيلم حلمي. لكن بتاع العيد ده لو راح لقى السينما مليانه ممكن يخش اي فيلم تاني، لان هو نازل يتفرج على فيلم في العيد. فاحنا محتاجين دراسه للجمهور بتاعنا برضو، وده يمكن المنتجين يعني احنا ممكن نكون بنلوم على السبكي في تصرفات كتيره جدا، لكن هو فاهم الجمهور بتاع العيد اكتر يمكن من كتير من المنتجين اللي هم ايه دارسين ومحترفين. هو عارف بيدي ايه لجمهور العيد. بس اللي ممكن نحذر السبكي منه زي ما احنا من شويه ان عمر وسلمى ما نجحش وحاجات زي كده، انه عمر وسلوى كويس ما نجحش، انه ما بقى وكان في فيلم حصل خير برضه ما نجحش، ما بقتش التوليفه بتنجح طول الوقت، انت لازم تجدد في التوليفه نفسها. حضرتك شايف ان فكره التوليفه دي اثرت على صناعه السينما؟ بص هو في 1000 حاجه مأثره على صناعه السينما،
وزي ما زي ما بنتكلم دايما ان 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 يكون ان في ناس بتعمل توليف هيفضل دايما ناس بتعمل توليف. هي الفكره دايما في غياب الصناعه الثانيه. انت عندك فيلم لداود عبد السيد بقاله سنه ما نزلش ليه بقى؟ كويس والله كانت الفتره اسباب سياسيه عشان بطل الفيلم خالد ابو نجار كده. الشركه المنتجه ما بتقولش الفيلم ما بينزلش ليه، اللي هو قدرات غير عاديه. كويس فيلم دي لما بتنزل بتنعش السوق شويه. امير رمسيس بيجتهد، هو بيبدا فيلم جديد اسمه خانة الياك. الفيلم ده في ميزته بقى ايه؟ في مجموعه من الشباب محمد فراج وامينه خليل وكده، ده ميزته معلوش ضغوط ينزل في اي وقت، لانه في الاخر تكلفته زي ما لسه عملنا بتوقيت القرار اخر فيلم الاستاذ نور الشريف. فاحنا محتاجين التجارب دي تبقى هديك كتير عشان يبقى في حركه كده. لما احنا نقعد دلوقتي بنتكلم على مستر العيد الكبير ومش لاقيين الا فيلمين هما المؤكد عرضهم، وفي افلام تانية كنا بنتكلم قبل الهواء افلام غريبه جدا يعني زي فيلم حاله مزنوقه اللي نزل وبتاع، في اسامي كمان الواحد ما بيركزش بقى، افلام صغيره قوي على ان هي تبقى هي اللي بس الصناعه. فطبيعي ان التوليفه هي اللي بتعلى، او التوليفه السبكيه هي اللي بتعلى وهي اللي بتمثل السينما دي. لما يكون مهرجان الاسكندريه خلصان بشهاده تقدير واحد الفيلم المصري اللي هو سعيكم مشكور يا برو اللي هو نزل النهارده، ودي النقطه اللي كنا عايزين نقول عليها برضه، ليه في افلام ما بتستناش موسم العيد؟ لانه بيبقى عارف ان الفيلم هو مش واثق في الفيلم بتاعه كويس، فعارف ان هو لو نزل وخد 30 40 سينما في العيد 20 سينما وعدى اول يوم والفيلم ما جابش فلوس هيتشال فورا. يعني العيد السينما مش ممكن تصبر على فيلم فاشل يعني او فيلم غير جماهيري، فهو بينزل قبل العيد عشان يتشال في العيد. يعني هو بينزل عشان يملى شويه شويه في الفراغ اللي قبل العيد ويتشال في العيد. ده اللي بيخلي السينما المصريه دلوقتي مستباحه تماما للافلام الاجنبيه. وانا مع زياده النسخ لان في الاخر في دور عرض لازم تبقى موجوده. بس مش انا نسيت اقول على احصائيه مهمه جدا لحد دلوقتي، احنا هو في شهر 9 كان فيلم مصري اتعرض من يناير لحد دلوقتي 26. رقم قليل جدا طبعا، منهم على الاقل 10 ضعاف يعني 10 اللي هم يعني منهم فيلم اسمه 9 مثلا. يعني انا وانا بعمل احصائيه مش فاكر الفيلم نزل امتى. وفي فيلم وثائقي محسوب في 26، وادي فيلم سعيكم مشكور يا برو. هتلاقي في الاخر 10 او 12 من الافلام دي ما حققتش اصلا نجاح يذكر في دور العرض. فلازم الفتره الجايه الدوله مع المنتجين يبقى في توفير الاجراءات احسن من كده علشان في 2016 يبقى الحاله تتحسن زي ما المسرح رجع الفتره اللي فاتت. ان شاء الله السينما ترجع ان شاء الله. انا بشكر حضرتك في نهايه الكلام واقول لحضرتك طبعا تاني مره كل سنه وحضرتك طيب وانت طيبه، وان شاء الله طبعا كل مشاهدينا كل سنه وانتم طيبين برده مره تانية. وبكده خلصت حلقتنا النهارده من العرب، واستنونا بكره وحلقه جديده. اقول لكم باي باي.